صباح الخير من جديد. رح نتحدث الآن ونتعرف أكثر على ملتقى المبادرات النسائية بين الشرق والغرب وإفريقيا ودورهم بالفعل بجمع خبرات النساء من كل العالم بالمجالات الثقافية، الاقتصادية، الفنية وأيضا السياسية. مبسوطين جدا أن معنا الدكتورة غدير جوحان مديرة مكتب سمو الأميرة تغريد محمد حفظها الله، وأيضا أنت حضرتك أمين عام ملتقى المبادرات النسائية بين الشرق والغرب وإفريقيا. أهلا وسهلا فيك، منوريتنا. أهلا فيك، الله يخليك. Thank you. أهلا وسهلا فيك دكتورة غدير. هلأ إيوا فيليج ماركت رح يعقد بالأردن ب 29 و30 و1 5 بس أول خلينا نتعرف شو هو إيوا، يعني شيء يبدو جدا ممتع انه ايست ويست وافريكا. اول شيء شكرا كثير لتلفزيون رؤيا وانتم الراعي الرسمي لنا على فكره في الايوا فيليج ماركت، فثانك يو، دائما سباقين لهالانشيتيفز. اهلا وسهلا. ايوا هو عباره عن ملتقى شبكه نسائيه تم تاسيسها بال 2011، كانت اطلاقتها انه شاركنا بمؤتمر عالمي بغوتنبرغ وكانت وقتها اطلاقه لفكره ايوا وانه تكون اطلاقه عربيه. هلا عاده معظم الاطلاقات اللي بتطلع او مثلا الانديه او الاورجنايزيشنز بتكون اطلاقتها عالميه ويوجولي من الويست يعني. بس الشيء اللي بيميز ايوا انه احنا اطلقناها فعلا عربيا ومن الاردن. اول شيء كانت ايست ويست وبعدين دخلت أفريقيا عليها لما عملنا المؤتمر الأول لنا ب 2014 تحت رعاية سمو الأميرة تغريد. دعينا الملكة الأم سيماني اللي هي تعتبر البيترن من جنوب إفريقيا وصارت إجت بناتها، يعني في الأميرة موتسوانا هي موجودة هلأ حاليا بالأردن، هي ممثلتنا في جنوب إفريقيا. الفكرة تبعته أنه هو ملتقى يعني أي امرأة بتقدر أنه تشارك فيه في أي مجال. عادة بتعرفي معظم الملتقيات إما بتكون بزنس أو بتكون اقتصاد أو سياسة أو يعني أكاديمية. بس إحنا بالنسبة لنا كل امرأة في الدنيا في عندها باشن، في عندها شغف إنها تعمل إشي في حياتها وتكون منتجة، حتى ست البيت، حتى الأم، حتى اللي بتحس حالها ممكن إنه أولادها كبروا ومثلا مش عندها وقت، عندها إشي تعطيه للمجتمع. فإحنا البلاتفورم موجود للجميع. فكرته اللي بتميزه عن أي ملتقى تاني إنه هو عبارة عن personal initiative، يعني هي مبادرة شخصية. ما فيها اي مثلا الستراكشر شوي الهيكله تبعت الملتقى تبعنا مش زي اي ملتقى، انه ما فيه مثلا والله فاينانشال كوميتمنت انه لازم عضويه ومشاركه عضويه. لا، هو بالنسبه لنا اي عضو يؤهل انه يكون بهذا الملتقى بصير عنده وبيقدر يقدم شيء حتى لو كان بين بعض. بيقدر يستفيد منه. طبعا الرئيس الفخريه هي سمو الاميره تغريد، معنا البيترن هي الملكه الام، معنا الشيخه حصه الصباح، الشيخه هند بنت سلمان، عندنا ممثله من كل دوله. وكل دوله هي بعد ما تيجي ممثلتها بتعمل اللجنه تبعتها. اللجنه بتقدر تحطها تحت الامبريلا اللي هي بتختارها، بس هي بتكون تحت البروتوكول تبعنا. في البروتوكول اللي هو في عندنا مثلا مؤتمرات محدده بتنعمل كل سنتين، عملنا بالأردن بجنوب إفريقيا بال 2017 كنا بمراكش برعاية من جلالة الملك هناك، وهلأ حاليا بشهر 9 رح يكون عندنا مع برعاية من السيدة الأولى بنيروبي بكينيا. فبيشاركوا كل الستات من كل أنحاء العالم، وكل مؤتمر بيكون حسب الدولة بتختار هي العنوان تبعه حسب النيتس تبعتها. طب كيف بيقدروا الستات يشاركوا فيه إذا مش بصفة رسمية؟ يعني كيف بيقدروا؟ هلأ إحنا هلأ زي اللجنة الأردن مثلا، الستات العضوات اللي حابين يشاركوا بعد إيوا فيليج ماركت رح يكون في بوث موجود في القرية. بتقدر إنه تعبي طلب. في عنا طبعا بتقدم، كتير مهم نعرف انه ليش هي داخلة، يعني عشان بتعرف بدنا انه حدا جاي يشتغل عنده اشي يقدمه. عشان زي ما حكيت لكم ما فيه positioning، يعني هو عبارة عن personal initiative. حتى احنا كل واحد شو في عنده شغف، شو في شغف عنده. وحتى لما نسافر بنسافر كل واحدة على حسابها الشخصي، يعني يعني ما بنحمل حتى الدولة اللي احنا رايحين عليها تكاليف. اي تكاليف. فيعني كل واحد بدفع عن حاله، فهذه جماليتها. وبلس انه بتختار مثلا الست ايش العنوان المؤتمر اللي هي حبته. هلا مؤتمر نيروبي مثلا عم بيحكوا عن القيم الاخلاقية ودور المرأة فيها. حلو. محافظة على الإثكس. فهلا كثير في ناس حابب يطلعوا مش اعضاء معنا، بس احنا نشرناها كثير حابين يطلعوا يشاركوا. تمام. هلا اللي راح يكون مقام يعني بعد يومين ب 29/4 بيستمر ل 1/5. نعم. يعني رحتوا على كونسبت اقتصاد بالزبط. سوق، ليش توجهتوا للسوق؟ عشان احنا الفتره الماضيه حسينا انه الستات كثير كانوا حابين يفتحوا زي علاقات بين بعض بين الدول. نعم.
واحنا ايوا احد الانشيتيفز كثير كبيره عندنا اللي هي انه احنا عملنا اكستشينجينج بروجرام زي مشاريع تبادل خبرات بين ممثلتنا من سويسرا وبين الاردن بمشروع بيور فيلت اللي هو بغور فيفا اللي مستفيده منه هلا تقريبا 50 سيده. فاحنا تحت الامبريلا اشتغلت مؤسسه الاميره تغريد مع ممثلتنا وعملنا هذا المشروع. فهلا فكره انه نفتح الستات للاقتصاد ويقدروا يبنوا علاقه مع المستهلك هي من خلال الفيليج ماركت. الفيليج ماركت راح يشارك فيها هلا تقريبا 16 دوله لحد الان اللي قدروا يجوا. بس احنا بنطمح انه هاي تكون سستينبل كل سنه تصير على اساس وممكن تصير حتى بدولة تانية على أساس نقدر نفتح للست حتى اللي بالبيت زي الـ HBBs مثلاً الـ Home Based Businesses لقوا مكان يبيعوا products تبعتهم. فإحنا هلأ الحلو بالموضوع إنه ستاتنا من الأغوار من الشمال من الجنوب كلهم جايين مشاركين معنا بأكلاتنا الشعبية كأردن. سوق نعمة اللي إحنا مسؤولين عنه كمؤسسة الأميرة تغريد رح يكون متواجد في إيوا فيليج ماركت. فهي حلاوتها إنه نبني العلاقات ومع المستهلك وممكن ستات اللي بدهم يجوا إنهم يفتحوا بزنس. يعني قد إيه بتحسي هذا جانب كتير مهم؟ يعني إحنا لما نحكي عن أزمة اقتصادية بكل العالم مش بس بالأردن إنه في كتير سيدات عندهم زي ما ذكرتي الشغف موضوع المشاريع اللي من البيت أو المشاريع الناشئة أو الصغيرة. قد إيش بتحسي بالفعل ممكن إنها تدعم بلد بأكمله واقتصاد بأكمله حتى كبرى الاقتصاديات بالعالم؟ يعني انت بتعرفي الازمه على الجميع والمراه المنتجه بحاجه دائما لدعم. نعم. هلا كل ستاتنا اذا بنحكي على الاردن مثلا وحتى جنوب افريقيا وحتى يعني بتقعدي مع اي حدا نفس المشكله عندهم اللي هي التسويق. وكيف تقدري تفتحي يعني زي قنوات تسويقيه خارج كمان دولهم عشان احنا بحاجه احنا اجمالا بنشتري المنتجات هاي على فكره من السوبر ماركتات ومن الكومبانيز الكبيره. فتخيلي انت لما يصير فعلا انت تكوني عم تدعمي إشي نظيف معمول بالكلتشر تبعهم وبيكون بطريقة جيدة وبمستوى عالي. هلأ فكرة الأردن مثلا دعم المحلي يعني أنا بنادي كل الناس عن جد إنه هن فعلا يدعموا ستاتنا عشان كتير في مبادرات صارت وكتير تدربوا الستات. وإحنا كمؤسسة إحنا يعني هذا شغلنا في تمكين المرأة يعني الست وصلت لمرحلة من الهايجين من النظافة من البرزنتيشن أو المنتج يعني بدها بس دعم إنه بدل ما تشتري هالمنتج يعني زيت الزيتون مثلا أنت هلأ بدل ما تشتري إسباني وأنت في الأردن اشتري من جرش اللي هو أزكى زيت زيتون يعني ولا الزعتر ولا واحنا اكلنا طيب. نفس الشيء هلا هن مثلا في دول ما عندهم مثلا لبنان مثلا على سبيل المثال بحبوا زعترنا كثير. هلا صاروا ياخذوا منا من ستاتنا تحت الامبريلا تبعنا للبنان من زعتر ستات جرش وعجلون. فهيك عم نبني علاقات احنا الستات. والست وين ما تكون شو ما كانت ثقافتها ولا شو ما كانت لغتها في النهايه هي تشترك وتلتقي في الحلم والحب والعمل والإنتاجية وإنه ترفع من مكانة أسرتها وإنه تكون يعني موجودة في هالدنيا يعني وبقادر إنها تعمل التغيير وبالضبط. وما بتصدقي جمالية إنه يجوا الستات بكل اختلاف هالثقافات ويجتمعوا مع بعض. قادرة أتخيل هيك يعني تظاهرة ثقافية حتى بدون لغة بتصدقي يعني أنا قبل فترة اللغة مش مشتركة إحنا أحد الانشيتيف تبعت إيوا تبعت غور فيفا كان عندي مدربتين بنفس الوقت واحدة من كينيا للسايسر رح تشوفوهم طبعا وهن عم بيشتغلوا قدامكم بالقرية وواحدة من سويسرا والغورانيات ما شاء الله عليهم كانوا يتفاهموا حالهم وين ما وحتى زعلوا لما تركوا. ايش كان التدريب على شو؟ كان هلا احنا عم نعمل في ماده السايسل هلا الباسكتس اللي هي راح يكون تلاقوها مع البيدز اللي هو الخرز. هذه حرفه افريقيه كثير مشهوره فاجت هلا في وحده بالضبط الاشمع الخرز وهلا موجودين وحده منهم موجوده بغور فيفا ورح تكون موجوده بايوا فيليج ماركت معلمه الستات هناك الصبايا رح يشتغلوا قدامكم. والثاني الفلت اللي هو تلبيد الصوف. برضه هي فار ايسترن الحرفه بس احنا جماليتها انه عم ندخل حرف كلها مع بعض بس بالاخير الروح الشرقي تبعنا والاردني رح يطلع بالقطعه بس بتكون بستاندردز مستوى عالي وجماليه وما في احلى من هيك يعني ان شاء الله اكيد. وانتم من خلال برامجكم زي سوق نعمه وغيره قديش عمالكم بتدعموهم ببيوتهم وبتعطوهم صفه رسميه يعني هي بتكون كثير عندها طموح حابه تعمل بس مجرد انها تاخذ هالتدريب وتمشي على اصول مثلا تصنيع الغذاء او كاي سلعه عم تحطيها تحت مظله رسميه وكمان انتم عم بتساعدوها انها تسوق حالها. فنحن يمكن من هلا من عندنا يعني ندعو
يرجعوا كل الناس، انه حاولوا دائما بدل ما تشتروا من مصانع رسميه نشتري من انتاج سيدات تحت هالمظلات اللي هم سوق نعمه او المشروع الثاني اللي هو بغور فيفا. بغور فيفا، وفي عندنا كمان بجرش عندنا دار نعمه كمان بكفرنجا. يعني احنا كمان بندعي الناس انه بدل ما يطلعوا مثلا على المواقع والمكان الاماكن المعروفه بس، يطلعوا مثلا على كفرنجا، يطلعوا على دار نعمه. عندنا الاكل رح يلاقوا مطبخ على الحطب كله. ستات كفرنجا كلهم بيجتمعوا وبيطبخوا الطبخ هذا. فتخيلي قديش انت بتسعدي وبتفتحي بيوت عائلات وبتخليهم يقدروا يدفعوا اقساط اولادهم، يدفعوا والكل بيقدر يحضر ويشارك طبعاً بالسوق طبعا الموجود. اكيد اذا يعني 29 لواحد لواحد 5 من الساعه 11 للساعه 9. يعني احنا بيشرفونا كلنا، ورمضان قرب كمان يعني بياخذوا مونتهم. نعم وراح يكون في فندق كامبينسكي. كامبينسكي وبحب انوه انه بكامبينسكي القاعات الجديده الصفه كثير سهله. كامبينسكي غير مداخله وما شاء الله عنده اكسس لكل شيء. شكرا يعني. كثير لك دكتوره غدير، نورتينا وموفقين. يعطيك الف عافيه. ثانك يو.